الأسود طبعا البداية كان عيلتي طبعا معروفة بتدريب حانات المفترسة، وطبعا الأسود بحجم ده وهي صغيرة بتبقى معانا في البيت وبس، هو ده وكده قاعدين كده مجننيننا كده في البيت. علاقتي بالأسود ابتدت من وأنا طفلة صغيرة عندي 2 سنين، لقيت الأسود دي معانا في البيت، أسود معانا في البيت عادي في كل حتة، و يعني هما طبعا قاعدين بيبصوا لي عشان شايفيني ان انا قاعده بتكلم، يعني فهم بياخدوا الدرس مني. الاسود والنمور معانا في البيت من وانا صغيره وبس، وطلعت اتربيت معاهم وانا كبرت وهم كبروا لغايه لما هم بقوا اسود كبيره، وانا بقيت مدربه اسود النهارده يعني. بس طبعا ده حيوان مفترس وده حيوانات أليفة، طبعا في فرق كبير قوي ان انت بتتعامل مع في الاخر حيوانات اكلة اللحوم، يعني ممكن في اي لحظة مثلا يعني اعوذ بالله يهاجمك، بس انا بالنسبة لي التعامل شوية مختلف، بمعنى ان انا الاسود بتحبني مش بتخاف مني. في هي مدارس في تعليم الاسود، الاسود مثلا في اسود بتخاف من المدرب فعشان كده بتنفذ الاوردر، انا بالنسبة لي لا، الاسود بتحبني فعشان كده بتنفذ الاوردر بتاعتها بس يعني. بالنسبة لي مش عارفة يعني، انا طبعا يعني الحمد لله عندي حابه الهوايه دي، حابه ان انا اكون مدربه اسود، فده اللي خلاني اتجه اكتر، رغم ان انا دراستي قانون ودراسات عليا في القانون، بس يعني انا شايفه ان لا، بلاقي نفسي قوي في وسط الاسود والنمور، حتى ما بلاقي وقت فاضي بروح اقعد معاهم في السيرك بلعبهم، بندخل مرحله التدريبات، الكلام ده كله يعني بالنسبه لي هو الاساسي يعني في حياتي. لا ما اثرش على شخصيتي زي ما انا، ما عنديش، مش حاسه ان انا حتى كل الناس اللي حواليا بيتعاملوا معايا، لا انا انوسه ما اتغيرتش، مدربه الاسود هي هي انوسه العادية اللي كنت طالبة يعني كل حاجة. بس هو فيلم سينما، فيلم بيحكي عن حياة السيرك، وانا طالعة فيه جزء الحمد لله انا بمثل العرب، وكان واقع اختياري تحت موضوع كبير قوي، انه كانوا عايزين مدربه بتشتغل مهنه تدريب الحانات المفترسه وعيلتها لغايه النهارده ممارسين المهنه، واكون من الجيل الرابع في تدريب الحانات المفترسه، فالحمد لله انا من الجيل الرابع، لاني يعني من اول حد كان ابو جدتي اللي هي محاسن الحان. بس يعني فرقة ناجي عطا الله كانت البداية، ان الاستاذ عادل امام قال لي عايزك تطلعي معايا في فرقة ناجي عطا الله، فلقيت نفسي اللي هو مش هقدر اقف قصاد عادل امام، يعني ده عادل امام يا جماعه يعني، حتى انا قلت له لا يا زعيم ما اقدرش امثل، قال لي لا هتمثلي وهتعرفي، قلت له لا مش هعرف يعني، فقال لي لا هتمثلي وتعرفي. المهم الموضوع في الاخر خلص ان هو عشان ما يخلينيش اتخض ولا هو يتخض، لا هو يعني عشان لا انا ازعل ولا هو يزعل، فراح طلع لي دور بقى مدربه الاسود انوسه، وطلعت عملت له المشهد كله بالاسد، كان اسد صغير واسد كبير، والموضوع كله مشي على الاساس ده. المشاركه رجعت ان دكتور شريف صبري اللي هم ابطال المسلسل رشحوني ان انا اطلع لاول مره بمثل في الدور بنت اسمها بوك، بيقع البطل في حبها وبيفرح بيها قوي، بعد كده بيكتشف المهم بيجي عليه وقت ان هو عايز يخونها بقى خلاص ويعرف بنت تانية، ويكتشف في الاخر ان هي مدربه اسود، فهي بقى بترد عليه بقى بطريقة مدربين الأسود بقى، ردت عليه في المسلسل. ودكتور كان من إخراج دكتور شريف صبري، وكان كنت مبسوطة قوي وأنا شغالة فيه، وكان كل حلقة كان فيه ضيف شرف، وكان لذيذ يعني الموضوع. أنا بحب والله بحب الاثنين، بس في الوقت الحالي أقدر أصنف نفسي إن أنا مدربة النمور الوحيدة اللي في مصر يعني، أو الأخص النمور البيضاء يعني. طبعا هو النمر الأبيض بيبقى أكتر شراسة لأني هو بيبقى عصبي، اما الاسود مش عارف، انا من وجهه نظري بحب شكل النمر، او تحس ان حد كده ماشي، مع ان الاسد ملك الغابه يعني ليه ستايل وهو ماشي يعني حاسس بنفسه، بس بحب النمور اكتر، بالذات النمور البيضه بتبقى كيوت بقى، ويعني فاهم بقى بلو وبتاع، تحس انها حاجه بنت ناس كده اجنبيه ماشيه معاك يعني. بس انا بالنسبه لي عندي نمور دلوقتي دلع، حتى كان اشهر نمر فيهم كان مدحت، ده كان واخد موضوع شويه مشهور شويه عشان هو اللي كان بيظهر معايا في اكتر الاوقات يعني، وبس هو ده كل الموضوع. سؤال بالنسبه لي ما فكرتش فيه، بس هو يعني
اقل ما فيه يبقى فيه علاقة كويسة بينه وبين الاسد، بمعنى ان الادم ما يقدر يكون عايز طلب معين يعرف يوصل طلبه ده للاسد، ان الاسد يقدر يفهمه وينفذ الطلب ده. ده يعني اهم حاجة. وطبعا لما الاسد بينفذ الطلب تحت مدرستين، يا مدرسة الضرب يا مدرسة التعامل بالهدوء مع الاسد، وانك بتخليه ما يعملش حاجة، بيعمل حاجة بيحبها مش غصب عنه. ده انا ده اللي انا شايفاه، بس نادرا لما بنلاقي مدرسة الضرب دي يعني. بس لا اقلق من حيوان مفترس دي بالنسبه لي انا ما بحسهاش يعني، ممكن عشان تعاملي معاهم ان هم ولادي اكتر من هم صغيرين وكبروا قصاد عيني، فما بحسش ان هو حيوان مفترس او اسد. ده من وجهه نظري، فالنقلق من اسد يعني الحمد لله مش عندي يعني، الحمد لله. بس اكتر ما هو بلاقي موقف مضحكه، مثلا تلاقي مثلا الاسد يضحك عليا، اطلب يعني اطلب منه اوردر فيستنى مثلا ايه، وانا على اساس بقى يعني تعالى في ترابيزات، يلا ابتدي نط الترابيزه واروح اعمل حاجه والف الاقي ما عملش الحاجه دي، فاهم يعني مثلا بيستقلني، فاهم؟ هو عارف بقى اللي هو ايه لما بيعمل كده في العادي، ما بنبقى في الصبح بيبقى هزار ولعب، واخش اضرب على وشه ولا يلا هنعمل ده وهنعمل، ويبقى فاهمه انت ما عملتش مثلا، انا طلبت منك اوردر ما عملتش ده، باجي ان انا يعني الاوردر اللي انا طلبته منه يعني نط الترابيزه دي او نط من هنا لهنا او ارفع ايدك حال الجمهور او ايا كان، عملت ده فبديله قطعه لحمه، ما عملتش ده لا خلاص اللي هو بفهمك اللي هو انت هي قطعه اللحمه مش هتضايقك عشان انت ما نفذتش اللي انا طلبته منك بالظبط يعني. يعني شفت حوادث دي كتير، تعرضت الحادثه يعني الحمد لله، يعني مش بمعنى حادثه قوي يعني، بتبقى خبطه بس هو بيبقى كلها لعب يعني، مش حادثه بمعنى حادثه يعني، يعني لعبوك شويه غريب يعني، بيزقوا زقه وحشه. انا بالنسبه لي يعني لا طبيعيه عادي يعني، بنت زي اي بنت يعني، بروح باجي بلبس، ما في يعني ما حسيتش ان انا يعني الموضوع غير يعني شويه. دبلومه قانون دولي، مستشار تحكيم دولي. هواياتي مش عارفه يعني، مش معي مش عارف. ممكن بحب شوية الموضة، بحب التصوير شوية، الحاجات دي ممكن بالنسبة لي يعني الحمد لله عندي أصدقائي كلهم في معظم المجالات، فعشان كده الناس ابتدت تفهم مفهوم الفكر، فكرة السيرك، لأن الناس كانوا فاهمين إن السيرك دول ناس بيئة، ناس يعني لوكال مش شارع، بلموا بعض عملوا حاجات. بسمع الكلام ده كتير، لا يا جماعه احنا فن، وبروح مهرجانات وبسافر وبتكرم، فن السيرك مش من حاجه ثانيه يعني، ما سافرتش من اي حاجه، لا ده بسبب ان انا فنان السيرك، بيتعمل عني افلام انا اهو من السيرك، مش فكره اي حاجه، ومدربه اسود مش اي مهنه او اي حاجه. فالناس معظم الناس فاهمه فكره الفن السيرك مفهوم خطا، مع ان فن السيرك ده الفن الوحيد المفهوم عن فن المسرح او فن التمثيل، لان انت الفن اللغه الوحيده اللي بتوصل، بمعنى مش محتاج انك لغه عشان توصل الكلام ده، لا ده بيوصل بالاداء بتاعي، مش محتاج ان انا اعمل حاجه. وده اول حاجه بتشد الطفل، الطفل هو اللي بيجيب اهله السيرك، فبيفهموا بعد كده بقى ايه الفنون وايه الكلام ده كله. لا طبعا مؤمنه بده، وبحاول اطور في الموضوع والفكر في فن السيرك على قد ما اقدر، بحاول اول ما بسافر في اي بلاد بره او اي دول عربيه او اي اماكن، بحاول ان انا افهم الناس دي بتفكر ازاي، بتعمل ايه، وببتدي اجي اترجم ده في مصر، وبيطلع كتير في شغلي يعني، حتى في تعاملي مع الاسود، حتى في شكلي، حتى في ادائي في الشو او العرض، بحاول ان انا اترجم ده يعني. الاحتكاك بالثقافة بره لا، بحاول اترجمه هنا على قد ما اقدر يعني. مش عارفة يعني، انا ما فكرتش في موضوع التمثيل كاساسي، لان انا كمدربة اسود، انا بالنسبة لي الموضوع ان انا مدربة اسود، بس بيتعرض علي اعمال كتير قوي، بشوف ايه اللي بيناسبني وبعمله، وايه اللي مش هيقلل كقدري كمدربة اسود هعمله، اما لو اي حاجة هتقلل مني مش هعمل ده. طبعا مبسوطة جدا ان انا الحمد لله كنت في الكليب مع المغني فيصل راشد، مغني كويتي، وعملت معاه فيديو كليب كان من اخراج تامر حربي. مبسوطة جدا ان انا اشتركت لاول مرة ان يكون اصلا على الشاشات العربية كلها ان انا اظهر ومعايا نمر ابيض، فالحمد لله ان انا قدرت ان انا اغتنم الفرصة دي. كنت مبسوطة طالعة بدور ملكة فرعونية، والموضوع بقى من هنا بقى
طلع كان شكلي حلو ومبسوطه يعني بالموضوع، والحمد لله عملنا حاجه حلوه قوي، وبيتزا دلوقتي على روتانا وبس تمام يعني، روتانا خليجيه. الفتره الجايه كلها بركز ان انا ان شاء الله بعمل عروض جديده قويه، شركات اجنبيه ان شاء الله تيجي هنا مصر، و واكون انا بقيادتها وبس، وربنا يسهل يا رب نعمل شو حلو جديد ونطلع بصوره حلوه زي ما الناس متعوده ان هي تيجي تتفرج عليا كل سنه تلاقيني بعمل حاجات جديده. فالجديد ان شاء الله ان يبقى عرض متكامل، فقره لاول مره في مصر فقره متكامله من نمور البيضة فقط، وهنزل بيها قريب ان شاء الله على العيد وبس وتمام. وكلمه ان انا انافس دول اوروبيه او عالميه دي صعبه شويه، لان احنا كتدريجي يعني الرقم بتاعنا او التدريجيا في فنون السيرك احنا تحت قوي، يمكن كنا في الخمسينات كنا اعلى من كده. ايه بقى اللي بنحاول ان الدوله تبص لفن السيرك ومدربين الاسود بوجه خاص، لان المدرب بيعرض حياته للخطر علشان يخلي الناس تتبسط او الناس تكون مبسوطه، ان اطفال بيعرض حياته للخطر. وبيلاقي الناحيه الثانيه في اهمال فظيع شنيع، كان سبب من الاسباب اللي كانت حوادث حصلت في الفتره الاخيره. نتمنى نبص السيرك، نفهم ان ده فن جديد، الدولة تحاول تعمل تستفيد حتى من البعثات اللي بتبعتها، هي بتبعت بعثات برا، ياريت نستفيد بقى من الناس دي، نجيب المدربين اللي هم اللي جايين دول يقعدوا يطوروا من فكر السيرك، من حاجات الكتيرة قوي دي. لان انا لما بسافر الصراحة بحزن جدا على شكل السيرك بتاعنا المصري، يعني انا بحزن بكلم على السيرك المصري مش السيرك الاوروبي اللي احنا بنجيبهم في فقرات الصيف، لا احنا بنجيب الفقرات الاوروبيه في الصيف، ناس تيجي تشترك معانا في تقديم العروض، بس لا انا عايزه بقى بكلم عن المصريين، يعني المصريين ان شاء الله يطلعوا بصوره حلوه قوي وبصوره جديده يعني.